تقضي اسمها شحال هادي؟ اش كنت ناسي دابا هنا انتيا؟ فوق هاد الكروسة هادي؟ اه كنت كنت ناسي باركة؟ ايه وليت بوب بوب بوب. شحال ديال الوقت على هاد الحالة؟ شهر وانا هنايا. 3 شهور. شحال في عمرك؟ 46. 46؟ ايه. وهاد الأخت ديالك كبيرة ولا هي صغيرة؟ صغار مني. قالت لك ما تعرفيني ما نعرفك. اه ما تعرفيني ما نعرفك، قتلتيني بالريحة ديال ليكوش، وأنا كنديرها ليكوش وجهي. على قبل ليكوش ريحة ليكوش قالت لك خرجي بحالك. ضرني داري ضرني هاتي وخرج بحالك. ايوا هادي هي الأخوة وإلا فلا. إذا مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من أمام مسجلات بن رشد. هاد السيدة كتطلب المساعدة ديالكم لأن الخير اللي كانت كترجى في الأخت ديالها اللي هي كبيرة ما لقاتوش للأسف. الأخوة والدم في هذا الوقت والقرابة ما بقاتش. هاد السيدة الوالدين ديالها متوفين، ما عندها لا أخ لا أخت ثالثة، هما جوج الأخوات كانت عايشة معها في المنزل ديالها هادي 3 شهور وهي كتنعس أمام المستعجلات، يعني كتنعس باركة فوق هاد الكرسي لأن كتعاني من مرض وكتطلب المساعدة ديالكم. كنتمنى البارطاج ديالكم باش توصل المحسنين ماشي المسؤولين، لأن المسؤولين ما عندهم ما يديروا ليها، المحسنين اللي فيهم الخير. حاجة دابا أنت كتكلمي مع الناس، عاودي ليهم القصة ديالك باختصار. باغي تمشي لدار العجازة، هذا هو الطلب ديالك. هادي هو الطلب ديالك، دار العجازة وكروسة. الله اكبر. بغيت والو ولدي. هاد الاخت معايا بسبيل الله. بلا ما تبكي بلا ما تبكي. يا رب. كنت كنفس ولدي انا كنت كنفس. طبت دابا ما ارتحتش ولدي راه طبت. طبتي؟ الله وليدي طبت بالله. الله طايبة بالله. دابا بغيت تمشي دار العجازة؟ أي بغيت دار العجازة وليدي، بغيت دار العجازة. يا رب. مشي دار العجازة وليدي بغيت تمشي دار البوت. هاد الأخت ديالك ما كتسولش فيك، ما بقاش كتسول فيك. سولت فيا. أنا عيت مع عيدة هنا. رمضان دوزو هنا، عطينا المحسنين ما ناكلو وليدي. رمضان ما عندك ما تقدرش تبقاي بالجوع، كاينين المحسنين كيجيبوا الفطور كيف قلتي. والعيد دوزتي بوحدك في الزنقة. دوزتي بوحدي يا ولدي في ديك البلايصة راه راني. وما سولت فك؟ ما جات عندك؟ لا ما سولت فيا ما جات عندي. وانت الأخت الوحيدة اللي عندها، ما عندكمش الأولاد انتوما؟ لا عندنا واحد ميت. عندي زوج ميتين. بقيتي انت وياها في هاد الدنيا؟ أنا وياها في هاد الدنيا، ما عقلتش عليا. كارية ولا عند الدار ديالها؟ لا الدار ديالها كانت كارية وسافرت. كنت عايشة معاها؟ كنت عايشة معاها. عيطت عليا الطونسيو تشلت ليا رجلي ولدي 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 حافظ الرقم ديال التليفون ديالك الحاجة؟ ها هو عطيني الرقم نقيدو هنايا لكتاب الله. شنو تقولي للأخت ديالك أختك إذا كانت كتشاهد هذا المباشر إلا شافته؟ آه. أكيد غادي يوصلها. شنو تقولي لها؟ ما عندي ما تقول لها تبعد مني هكا ولدي هي كاتبة الرقم هنايا؟ إيه راه أختك ما عندك ما تقولي لها؟ ما عندي ما نقول لها، الله اللي غادي يخلص. الله اللي غادي يخلص أي واحد. الرقم هو 00631 21 10 52 10 52 ياك الحاجة 10 52 في الآخر 10 52 هو هذا الرقم. كنتمناو من الناس اللي غادي يشاهدوا هذا المباشر، حساب ديال هذا الرقم شدي عندك، الناس اللي غادي يوصلوا لهذا المباشر كنتمنى منهم كاملين يبارطاجوا هذا الفيديو لأن الطالب ديال هذه السيدة ما باغا لا دار ما باغا دنيا، باغا دار العجزة فين تقدر تسكي ظهرها وتنعس لأن كتنعس وهي باركة على هذا الكرسي. كتقول لكم بأنها طابت ما بقاش عندها الجهد، محتاجة كرسي متحرك. كنتمنى من أي جمعية تقدر تكفل بهذ السيدة وديها دار العجزة أحسن ما تبقى مليوحانة، لأن تلعيد كدوزو ب
بوحدها بالليل بالشتا بالبرد كل دوزاتو هنا قدام هاد المستعجلات. كاين العديد من الناس اللي كيناسوا للاسف هنا في الشارع. هادي بالاخت ديالها يعني غير هي واختها في هاد الدنيا، الوالدين توفاو والخوت ما عندهمش، كاينه غير هي واختها. فانا كنوجه نداء للاخت ديالها كنقول لها حاشا واش الدم يرجع ما. للاسف هذا الوقت اللي وصلنا ليه ما بقاتش فيه الشفقه والرحمه، وخصوصا ما بين الخوت. كيتوفاو الوالدين كيتقاتلوا الخوت اللي قبل الورد، كيتوفاو الوالدين واحد كما كيبقى يزور خوه، الدم كيرجع ما في هذا الوقت. فكنتمنى من الناس اللي غادي يوصلوا لهم هذا المباشر انهم كاملين يبارطاجوا لا فيديو. الرقم هو 06، اسمحوا لي عفاكم، 06 31 21 10 52. هذا هو الرقم ديالها. كنتمنوا من اي جمعيه كتقدر تساعد الناس المتشردين، الناس اللي عايشين في الشارع، لان هي كنقولوا لها متشرده حاليا، من اللي كتناس في الشارع فكتولي متشرده ولو ان عندها الاخت ديالها. فقلت بان اي جمعيه كتقدر تساعد هاد الناس ولا سيارات الرعايه الاجتماعيه اللي كتجول الشوارع، فكنتمنوا انهم يشوفوا من حاله السيده. الرقم ديالها اللي باغي تواصل معاه هو 06 31 21 10 52. الطلب ديالها الوحيد هو دار العجزه وكرسي متحرك كهربائي، ماشي هذا لان ما بقاش هذا الجد. هي كتقول طابت وانتم غادي تحسوا بها. الله يسمعك، خبر الخير يا منتي. يا ربي امين. يا ربي امين. اذا بلاتي اشرف سالي وانا معك. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي، غادي نوصلوا لنهايه هذا المباشر من امام المستعجلات بنورش. هي هذه امامكم الحاله، هي هذه. الله يصوب لها والله يشوف من الحاله، الله يعطيها الصبر ان شاء الله. دموعك غاليين. الله يجيب لك الشفاء. اذا تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك. بارطاجيو الناس اللي كيشاهدوا هذا المباشر، هما 424 شخص. فكنتمنى منكم تبارطاجيو عفاكم وحطوا الرقم ديالها هو 06 31 21 10 52. الدور ديالنا قمنا به باش نسلطوا الضوء على الحاله، والدور ديالكم هما توسعوا معرفه الناس بهذه الحاله، بهذه السيده اللي كتعيش هنا. كاينه هي وبزاف ديال العائلات للاسف. تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك. مرحبا.